أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بأن دولة الإمارات تتميز بأنها دولة السلام والمحبة والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف والتمييز بين البشر على أساس أصلهم أو عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم أو طائفتهم، وسباقة دائماً إلى إصدار تشريعاتها المستمدة من مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وما يتوافق مع الأعراف الدولية وقانون حقوق الإنسان. وعليه فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. هذا القانون جاء تكليل لجهود دولة الإمارات وسباقة كانت لضرب على أيدي العابثين بالأمن وبأنهم يحاولون أن يدخلون بين الناس حتى يفرقون بين الناس على أساس أي أساس اللي ما يكون له أساس قانوني حقيقة. ومن أسباب صدور هذا القانون التأكيد على مبدأ المساواة وعلى مبدأ حرية العقيدة والدين، وتأكيداً على الاتفاقية الدولية الموقعة بشأن حقوق الإنسان والاتفاقية ذات الصلة. وسلط المحاضران في الندوة الإضاءة على الجوانب التي تناولها القانون، وهي الأديان التي حماها القانون بموجب هذا التشريع، دور العبادة، الأفعال والأقوال التي تدخل في إطار ازدراء الأديان أو نشر الكراهية. أي شخص إن حتى هذه النعرات البسيطة، النعرات موجودة منذ الأزل يعني، ولكن لما القانون يحددها في بعض المراسيم الموجودة عندنا قد يكون هي قيد الأشخاص اللي تسوي لهم نفسهم إن يحاولون حتى يتكلمون عن النعرات أو التمييز بين الأفراد. بإمكان أي فرد من السلطة أن يحرك الدعوة الجنائية في لكل من يخالف هذا القانون دون أن يأخذ تصريح أو أن يتقدم المجني عليه بشكوى في هذا القانون. وحددت مواد المرسوم العقوبات، وهي الأفعال التي تمس الأديان والشعائر والأنبياء والرسل ودور العبادة والمقابر وملحقاتها، الأفعال التي تمس الأفراد والجماعات والقبائل، الموظف العام والصفة الدينية، التكفير والتحريض، الأفلام والألعاب والتطبيقات الذكية والمطبوعات، المنظمات والمؤتمرات، والتمويل. طبعاً المادة 4 في القانون تتكلم عن صور الجرائم وعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن في القانون، وغرامات أيضاً في المسألة، حتى تعتبر عقوبات نوعا ما شديدة، لكن في نفس الوقت لازم تكون عقوبات رادعة وزاجرة للأشخاص. لذا أطلق المعهد مبادرة الندوات التوعوية بهدف نشر الوعي القانوني بين عامة المجتمع مع اختيار المواضيع التي تلامس هموم المجتمع واحتياجاته، وذلك تحقيقا لمساهمة المعهد في دوره المجتمعي في التوعية القانونية المناسبة.